النهارده هتكلم بقى في اهم موديول في الكورس كله، هو الديلي تريدنج موديول. انا حقيقة كان هدفي من الكورس في البدايه ان انا كنت عايز اعمل انفستمنت الى حد ما في الكريبتو كرنسي وسبيسيفيكلي في البيتكوين، بس لقيت ان الموضوع خلاص التريدنج ديلي تريدنج على البيتكوين بقى حاجه مشهوره جدا وانتشرت جدا، وانا شخصيا بقيت اشتغل ديلي تريدنج على البيتكوين حاجه ظريفه جدا. فقررت ان هضيف الموديول ده، موديول طويل جدا هنتكلم فيه كله على الديلي تريدنج. بمعنى يعني ايه ديلي تريدنج؟ قلنا قبل كده لو حد كان سمع في الكورس ده او في الستوك ماركت او في الفوركس، ان التريدنج ممكن يكون ديلي تريدنج، يعني بتاخد بوزيشن تخرج في نفس اليوم، او يكون سوينج، يعني بتشتري مثلا بيتكوين تبيعه اسبوع 10 ايام شهر بالكتير، او لونج تيرم انفستمنت، يعني تشتري بيتكوين او ايا كان نوع الكريبتو وتسيبه فتره طويله، مثلا تكون سنه 2 3 4. اوكي، اولا طبعا المودي ده كله هيبقى مركز قوي على الديلي تريدنج، لكن لما بنتكلم على اللونج تيرم انفستمنت، وانا كان يعني قلتها قبل كده كذا مره، اللونج تيرم انفستمنت تريكي شويه، لان انت ممكن تشتري بيتكوين النهارده مثلا، يعني اشتري مثلا ب 18000 دولار وباعه النهارده ب 50، اوكي هل هو هيعدي 50؟ لا هيعدي طبعا، هيوصل 100 واكتر كمان يعني. بس هل هو لما يطلع من ال 50 دلوقتي او لما كان 18 ووصل 50، هل هو عمل اب ترند؟ وهنتكلم على التكنيكال على طول. لا طبعا، هيحصل اب داون اب داون. يعني ممكن اقول لكم مثلا كمثال، يعني لو بصينا مثلا على البرايت شورت، هتلاقي مثلا السعر ممكن يعمل كده وبعدين يطلع كده، ينزل سوري وبعدين يطلع شويه وبعدين ينزل تاني وبعدين يطلع وبعدين ينزل وبعدين يطلع. ده اسمه كله كده اب ترند، هنتكلم في التحليل الفني. ده اسمه كله اب ترند. بس هل هو طلع عمل كده؟ لا، هو طلع نزل، او سموها كونسوليديشن او ريتريسمنت، لكن هو في النهايه السعر بيطلع. لو انت اشتريت هنا ليتس سي نقطه هنا، على امل ما عندكش بلان، بس على امل ان السعر يوصل هنا، ممكن في لحظه لما السعر يجي يقرب من هنا انت تحسب يور ماني فتروح بايع، مع العلم ان هو هيطلع لسه. ده بقى يجي دور التحليل الفني، لكن انا دايما بقول في الكريبتو بالذات، كريبتو كرنسي بالذات، في البيتكوين انا بعمل كده يعني، حاول لو معاك مبلغ انت مستغني عنه شويه، مش مستغني يعني، مش لو خسرته مش هيفرق معاك قوي. انا مثلا دايما بقول 100 دولار، يعني لو معاك 100 دولار اشتري بيهم بيتكوينز، اشتري 100 دولار دول بيتكوينز من اي ماركت بليس. هنتكلم دلوقتي على الاكستشينج اللي ممكن تشتريها بيتكوين، هم حوالي 5 تقريبا، او ممكن تشتريهم من اي مكان، يعني ممكن تشتريهم مثلا من بيكس او ايفر، واشتري هارد والت وحول عليهم 100 دولار دول، ال 100 دولار بيتكوين دول، وسيبهم بس خلاص كانهم مش موجودين، سيبهم سنه اتنين، وارد جدا 100 دولار دول ممكن يبقوا 100000 دولار خلال 3-4 سنين، وارد جدا يعني. بس حتى لو خسرتهم مش هتزعل عليهم. ده رايي في اللونج تيرم انفستمنت، عشان ما تجيش ايموشنالي. فكره التريدنج وسبيسيفيكلي في اللونج تيرم، يعني معظم الناس اللي مش قول بيخسروا، بس ما بيبيعوش، يعني ما بيكسبوش كتير قوي في اللونج تيرم، عشان ما عندهمش صبر لسه. يعني لسه في واحد كانوا شايف في السي ان بي سي من كام يوم، وشخص مشهور جدا اشترى بيتكوين لما كان باين ب 13 او حاجه، وباعه وهو ب 19000، باع اللي معاه كله ب 19000. طبعا مثل لحد يعني، لو باع ب 50 كسب قد ايه؟ مبلغ كبير جدا. ما صبرش، هو شايف ان هو اوكي، انا 6000 دولار ابيع، مع انه لو كان صبر كان في 3 شهور كان عمل دبل الاكس ده كله، بس هو ما صبرش عشان هو كان حاطط مبلغ كبير. لكن دايما بقول اللونج تيرم انفستمنت، حط جزء من فلوسك انت مش انت مستغني عنها، او مش فارقه معاك، يعني مش هتبص لها كانها حاجه على جنب. اوكي، وممكن برضو اعمل ليسون تانية ازاي في موضوع الهارد والت، ازاي تعمل سيت اب الهارد والت والكلام ده كله. ممكن فور ناو يعني اشتري 100 دولار بيتكوين وسيبهم على اكستشينج، مش شرط حتى تحولهم دلوقتي الهارد والت، مش فارقه 100 دولار مش مبلغ كبير، ولحد ما نتكلم على موضوع الهارد والت وازاي تحوله وتسيبه مكان امن. لكن المودي ده كله هيبقى متخصص جدا في الديلي تريدنج، يعني احنا هندخل على التريدنج بلاتفورم، هنشتري بيتكوين وهنبيعه في نفس اليوم، وهنستغل الترند اليومي. اوكي، وهنتكلم بقى في الموديل كله على التكنيكال اناليسيس، التحليلات الفنيه، وهنتكلم نستخدم اي تريدنج بلاتفورم. التريدنج بلاتفورم ما هي الا اكستشينج بيتاحك تشتري بيتكوين وتبيعه، بس دايما اشتري لو
وبعدين تبيع هاي، معروفة باي لو سيل هاي، خلصت. هذه ده تريدنج، ديلي تريدنج. بيحصل ازاي؟ من خلال تحليلات فنية ومن خلال حاجة اسمها فاندمنتال نيوز. بس فاندمنتال نيوز دي هعمل بيها لسن، بس هي تريكي شوية. يعني ايه فاندمنتال نيوز؟ لتسي مثلا من حوالي 4-5 ايام او اسبوع تقريبا، ايلون ماسك بتاع تسلا لما قرر يشتري 1.5 بليون دولار وورث اوف بيتكوين، وده اللي خلى دخل البيتكوين يوصل 50,000 على فكره. يعني هو ده اللي خلاه يوصل 50,000، هو اللي عمله ايلون ماسك. اللي اشترى بيتكوين ساعتها في لحظه النيوز دي عمل خد الترند. بس هي تريكي، يعني انا ما انصحش حد يشتغل على فاندمنتال نيوز بس. هتكلم بالتفصيل دي. لو الاثنين مشوا مع بعض، لو التكنيكال انالست مع الفاندمنتال نيوز الاثنين جو في نفس الاتجاه، يبقى انت كده هدا لوتري زي ما بيقولوا. اوكي، فيبقى الموديل كله جاي كله. هنتكلم اول حاجه النهارده هنتكلم على تفتح اكستشينج الاول خالص، وبعد كده هحط لكم بقى لسن ثانيه كتير جايه، وهتلاقيها الناس اللي معايا في كورس الفوركس وفي كورس الستوك ماركت. التحليل الفني واحد، يعني التحليل الفني لايا كان واحد، سواء كان فوركس سواء كان بيتكوين، نفس القصه، مفيش اي تغيير خالص. فاللي هنستخدمه هنا هو اللي هنستخدمه هنا، ونستخدمه هنا نفس التكنيكال انا سيئه ما يختلفش، يعني سواء كان سبورت ريزيستنس شانلز نفس القصه مش هتختلف خالص. وهتكلم على تريدنج فيو، حاجه اسمها تريدنج فيو، ازاي تحلل الشارت والقصص دي كلها. اوكي، فالليسن دي هنتكلم الاول على، هنفتح الاول خالص تريدنج بلاتفورم او على اكستشينج. طبعا انا كان الموضوع معايا في مصر، يعني للاسف معظم التريدنج اكستشينج اللي بتشتغل في الكريبتو كرنسي معظمه بيبقى مركز قوي على امريكا، كندا، انجلترا، استراليا، الاربع بلاد دول، عشان سعر العمله وشايفين هم الى حد ما سيف شويه، فتلاقيهم بيبعدوا شويه عن الدول الميدل ايست والحاجات دي. بس ما يمنعش ان هم ممكن بيبتدوا يفتحوا الموضوع يعني. فانا اللي عملت سيرش لقيت ان في اكبر خمسه سايتس بيشتغلوا، او افضل الاكستشينج يعني. هحط لكم اللينك بتاعه، كل واحد من اللينك بتاعهم في الديسكريبشنز. المطلوب منك ان انت تعمل ساين اب في الخمسه دول، تعمل ساين اب في الخمسه دول، اللي انت ما تعرفش مين فيهم اللي هتوافق عليك فيه. بس هو موست لايكلي يعني مشهور قوي في، او اللي انا اعتقد انها هيشتغل في مصر كويس قوي، طبعا هو اكبرهم كوين بيز ده اكبر واحد فيهم طبعا. يعني في لوكال كوينز cex.io كده كده، ده اعتقد نسبه 90% انه هيشتغل معاك في مصر. 90% تعمل كريت اكاونت. يبقى انت تعمل ايه بقى النهارده؟ الخمسه اكاونت، خمسه اكستشينج دول هتعمل بيهم اكاونت، اعمل ريجستريشن، دخل اسمك وعنوانك وتليفونك وهكذا، وهيطلب منك طبعا فيريفيكيشن، هيطلب منك الاي دي كنت فيه قبل كده. يا جماعه لازم عندكم باسبور، ما ينفعش تعمل تاني غير باسبور، لازم يطلب اي دي، وده باسبور صور اول صفحه وثاني صفحه. هيطلب منك بروف ادرس، قلت لازم عندك بروف ادرس، اي عنوان، اي ورق مكتوب فيها عنوانك، فاتوره كهرباء، فاتوره تي اس بتاعه بالانجليزي، فلو عندك مثلا اي فاتوره موبايل ممكن تطلب شركه انا عايز فاتوره بالانجليزي بس ظهر فيها اسمك وعنوانك تبعتها. وهياخد معاك حوالي اسبوع وممكن 10 ايام. طبعا خد بالكوا الضغط جامد جدا الايام دي على الاكستشينج بسبب ان الموجه اللي حاصله في البيتكوين، فهتلاقي كميه ابلكيشنز مش طبيعيه، فممكن ياخد حد اسبوعين على فكره. فعشان كده عايزين نستغل الفرصه دي من هنا لحد ما الاكونت ما يتفتح، مش مشكله، هنتعلم تريدنج عادي جدا على تريدنج فيو، مش هنحتاجها في حاجه دلوقتي. بس هو فايده التري اكستشينج هو ان انت بتشتري بيتكوين وبتبيع عليه، بس كده مش اكتر من كده. بتدفع فلوس ازاي للبيتكوين للاكستشينج؟ موست لايكلي عن طريق الفيزا، موست لايكلي عن طريق الكريدت كارد. انا مثلا هنا في كندا في حاجه اسمها واير ترانسفير. واير ترانسفير دول يعني حاجه سهله جدا، تحول بفلوس لحد، ممكن تبعتها من البنك بتاعك لشخص مثلا بالايميل، فهو يفتح الايميل بتاعه بيعمل لوجن بالاب بتاع البنك بتاعه وياخد الفلوس، سواء كان ايميل او مسج حتى يعني. طبعا دي طريقه سهله جدا في كندا مشهوره، ودي معظم الاكستشينج بيشتغلوا بيها مع الكنديانز يعني. لكن بره كندا هتلاقي معظم موست لايكلي كريدت كاردز. طبعا في بنوك في مصر كتير لما بتشوف في ترانزاكشن جايه من شركه كريبتو بتعملها بلوك او فوركس. اوكي، فدي اعتقد بنسبه كبيره جدا ان CX.io حلتها، لان انا شايف كتير ناس مصر اشتغلوا فيها كتير، يعني عملت سيرش عليها لقيتها ناس كتير مصر اشتغلوا فيها. فدي اعتقد هتبقى عن طريق فيزا. طبعا يا جماعه اللي ما عندوش فيزا يطلع فيزا طبعا، لان انتم ما ينفعش تشتغلوا
تريدرز وانت ما عندكش كريدت كارد. فانت ممكن تشوف اي بنك تتعامل معاه ولو عايز كريدت كارد حتى لو ب 1000 جنيه ولا حاجه ايا كان مبلغ المهم بس يبقى ايه وسيله دفع. وطبعا نفس الكلام لما تكسب فلوس هتتحول لك يا اما على كريدت كارد يا اما بعض الاحيان بيبقى حاجه زي حاجه اسمها زي ماني واير او على حسابك في البنك بس موست لايكلي يبقى عن طريق الفيزا. المهم دلوقتي عشان ما نضيعش وقت افتحوا اعملوا 5 اكونت على الخمسه دول 5 مع بعض او 6 الحقيقه 6 بالظبط كريت اكونت على كل واحد من دول ونشوف مين فيهم اللي يفتح معاك بسهوله. ويا ريت يا جماعه نشير في الجروب البروسس يعني لو في حد مثلا فتح في كوين بيز وتوافق عليه يقول ده شركه كويسه لو فتح مش عارف ايه ايا كان السته دول يشير في الجروب خبرته مع الشركه دي الورق المطلوب منه خدت قد ايه في الابروفال والكلام ده كله. اوكي طيب فتحنا الخمسه يبقى هنتكلم بقى في الموديول الجاي كله على ايه في الموديول ده كله على ايه على التكنيكال اناليسس ازاي نحلل حركه السعر مثل ما كتبقى يو اس دي بيتكوين او بي تي سي يو اس دي بحيث ان احنا نشتري لو ونبيع هاي ممكن تكون بعدها ب 10 دقائق ممكن تكون بعدها بربع ساعه بساعتين الدازنت ماتر. اوكي في الليسن الجاي ان شاء الله هكلمكم على حاجه اسمها تريدنج فيو واللي احنا هنستخدمها موست لايكلي في الموديل كله وبعد كده ندخل على بقى تكنيكال اناليسيس بالتفصيل واحده واحده. اوكي اشوفكم الليسن الجاي ان شاء الله.